بنمثل النهاردة، بنحلم لبكرة. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم. وكما وعدناكم الليلة معي واحد من الوزراء الذين استطاعوا التغيير في وزارتهم بشكل لافت للنظر. لا يستطيع أحد أن ينكر الجهود والتغير الذي حدث في وجه مصر في قطاع الكهرباء والطاقة. حصل تغيير حقيقي، ومع ذلك في شكاوى، في ناس بتشتكي، واحنا اتكلمنا اكتر من مرة. جايز كان لفت للنظر في الفترة الاخيرة هو اظلام الكثير من شوارع مصر، وما عرفناش نحدد المسؤولية بالضبط. كان هناك كلام ان هذه مسؤولية المحافظات، كل محافظة عليها ان تنفذ تعليمات السيد الوزير. السيد الوزير قرر تخفيف الاحمال بنسبة 50%، وده شيء منطقي لما تبقى الضغوط عالية جدا، الضغط على استهلاك الكهرباء في صيف حار شيء طبيعي، مش لازم كل الشوارع تفضل منورة بالكامل، لكن ان اللمبات تطفي كلها، ان تكون هناك شوارع رئيسية مظلمة، ده شيء لفت النظر. احنا هنتكلم النهاردة مع ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، في أمور عدة. هنتكلم في الضبع، وهنتكلم في استهلاكنا من الكهرباء، في تطوير السد العالي، في اللمبات الموفرة، في حاجات كتير لا علاقة باللي حصل في قطاع الكهرباء. إزاي وصلنا دلوقتي إلى نسبة عالمية؟ يعني مصر نسبة الأماكن والمدن والقرى وصلنا ل 99% وأكتر شوية كمان، بعد ما كانت قرانا مظلمة وكنا بنشتكي من ظلمة، بنشتغل على لمبات سهاري، دلوقتي بقت مصر حاجة تانية. مساء الخير سيادة الوزير. أهلا، مساء الخير، منورني يا فندم. أهلا حضرتك سيادة الوزير. خلينا نبتدي من الأزمة بتاعت كل سنة. هي صحيح بتزيد في سنة وبتقل في سنة، الصيف بيدخل بنبتدي نسمع عن تخفيف أحمال، دعوات للمواطنين بتقليل استهلاك الكهرباء. هو احنا تقديرات الوزارة لحجم الاستهلاك بيختلف؟ هل الاستخدام مفاجئ لوزارة الكهرباء، ولا بيبقى ده متوقع وفي خطة لمواجهة ده؟ في البداية بشكرك على المقدمة اللي عملتها، ونرجع تاني. في وزارة الكهرباء فيها تخطيط للمحطات التوليد وشبكات النقل وشبكات التوزيع، وهذا التخطيط بيصل إلى لعام 2027. نعم. لكن قد يكون السيد المشاهد اللي بيشوفنا دلوقتي انه لما بنقول تخطيط ونيجي ننفذ المحطة دي وتطلع كهرباء، هذه العملية بتاخد 5 سنوات. 5 سنوات بيروحوا في ايه؟ بيروحوا في انك لازم تدبر تمويل اللازم المحطة. المحطة النهاردة اخر محطة تحت التنفيذ دلوقتي محطة العين السخنة، متكلفة او تكلفتها 9.8 مليار جنيه. يعني بتتكلم على 10 مليار جنيه لأحد المحطات اللي تحت التنفيذ حاليا. إذن استثمارات على منطقة قد إيه عشان ندفع؟ لا، بتبقى مع الشبكة القومية، يعني بتضخ على الشبكة القومية، هي موجودة في العين السخنة وهترتبط بالشبكة القومية. نعم. ولما ترتبط بالشبكة القومية بتروح الكهرباء لكل الأماكن اللي مطلوبة فيه. نعم. فاللي أنا أقصد توضيحه هنا إنه لما كنت بخطط من 5 سنين على هذا الكلام، كان محطات خدت 5 سنين عشان اللي تشتغل النهاردة. نعم. طب احنا شغلنا ايه السنة دي؟ 2660 ميجاوات في 2010. في سنة 2009 اللي هي السنة اللي فاتت اللي خلصنا من كام شهر دي، نعم، اضفنا للشبكة القومية 2300 وحاجة. لما نجمع 9 و10 دي الاقي ان قطاع الكهرباء ما يقرب من 5000. 5000 ميجاوات. طب يعني ايه برضو الساده المشاهدين يقول لي يعني ايه 5000 ميجاوات؟ كلنا بنعرف السد العالي، ونعرف طاقه المنتجه من السد العالي، وله قصه في 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 التاريخ المصري. يعني في السنتين دول 5000 ميجاوات يساوي 3.5 مرة قد الطاقه المنتجه من السد العالي. 3 مرات ونص، يعني 350% من الطاقة المنتجة من السد العالي في سنتين. عشان بس السادة المشاهدين يبقوا معايا يستوعب حجم ان في اضافة. في اضافة توليد، ان بقول 5000 في سنتين، ان السنة دي 2660. وطاقة تقليدية تستعمل الغاز وتستعمل المازوت، وطاقات متجددة، الرياح والشمس. ان شاء الله السنة دي مع نهاية هذا العام اول محطة شمسية في مصر، وهي واحدة من 4 محطات على مستوى العالم.
ستضاف الى الشبكة القومية مع نهاية هذا العام. فاذا في اضافة يبقى اذا لما بنضيف هذا الرقم يبقى في حاجة تانية. المعدل النمو في الاستهلاك المنزلي عالي ونحن لسنا ضده، ونحن مع كل، عشان برضو ابقى واضح من الاعلاميين ومن المشاهدين ومن كله، مع المواطن من حقه يستعمل كل الاجهزه اللي هو عاوزها وبيدفع، من حقه يستعمل، زود استهلاكه بيدفع بالظبط، وبعدين يرجع يشتكي من الفاتوره. بالظبط. يستهلك اكتر وبعدين يرجع يشتكي من الفاتوره. فاذا قصه الاستهلاك المنزلي في الخمس سنين اللي فاتوا دي بدأنا نحلل ونبص نشوف القصة ايه. مجرد تحليل بسيط يعني، ما هوش تحليل التحليل ده بيقول متخصص. التحليل ده بيقول ايه؟ بيقول ان كان عندك 160,000 جهاز تكييف حتى عام 1996، الف بالالاف، 160,000 واخد بال سيادتك، راحوا عملوا، وده هذا من الرئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. في 2006 وصلوا من ال 160,000 دول الى 700,000 وحاجه جهاز. طيب برضه الرقم معقول. نيجي بقى ل 2009، يعني من 2006 ل 2009 في 3 سنين نط الرقم الى 3 مليون جهاز تكييف. ما شاء الله. واخبارك؟ ونحن لسنا ضد مستخدمين الاجهزه قوي، الناس نحن نحن لسنا ضد استخدام الاجهزه، عشان ابقى واضح وتماما، عشان برضو الناس بتاخد جمله يقول وزير الكهرباء مش عايز الناس برضه ده بيحصل ياخد كلمه ويسيب الباقي يعني. لا، احنا مع الناس انها تستخدم كل ما له اجهزه تريحه، اجهزه منزليه تريحه، غسالات، ثلاجات، تلفزيونات، تكييف، حقه. انا من الناس المؤمنه بحق المواطن في استخدام كل ما هو مريح بالنسبه له، لكن ايوه، انه الغير مستفيد بيه ما يستخدموش. وده بقى كلمه الترشيد. يعني اسره عندها اكتر من اوضه في شقتها، في اوضه قاعدين فيه يولع نوره، يولع التكييف، ولا سيبش النور مولع بره، او التكييف الاوضه الثانيه والتلفزيون والراديو. ده اللي انا اقصده بالترشيد. دي ثقافه يا فندم. ما احنا مطلوبين برضه كاعلام له دور على فكره، ما هو قبل قطاع اي قطاع اخر، الترشيد دي 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 ثقافه. طب ليه وزاره الكهرباء ما بتعملش حمله بقى لنشر هذه الثقافه؟ بمعنى احنا في النهايه وسيله. حضرتك هل هناك سياسه للتوعيه؟ لان ده جزء مهم، جزء من استهلاك الكهرباء بيهدر عندنا سوء استخدام. هل هناك خطه عاملاها وزاره الكهرباء عشان نخاطب المواطنين نقول لهم ازاي نربي هذه الثقافه ننميها، ولا ده لسه ما حصلش؟ احنا بنحاول نعد حاجه معينه، لان عشان اتكلم على ثقافه، الثقافه لا تبنى، وسيادتك اعلامي متميز، الثقافه لا تبنى في شهر ولا في سنه ولا في اتنين، بس لازم احنا بنحاول نعمل حاجه تبقى في المناهج التعليميه، حاجه داخليه عندنا احنا الاول، قبل ما نروح لوزاره التربيه والتعليم ونقول لها شوفي هذا الكلام. مش معناها اضافه في برامج التربيه والتعليم، دي حاجه خفيفه ومبسطه، والولاد كده بتتكتب على الصغيره كده زمان، اغسل يديك قبل الاكل وبعده، وحاجات كده اللي كلنا اتعلمنا على هذا الاساس. لكن في شق تاني، انه انا عايز بس ابدا برضه بالمواطن لما بنتكلم على الترشيد. قطاع الكهرباء بدا بنفسه في الترشيد. بمعنى ايه؟ لو كنا نشوف معدلات استهلاك المازوت او الغاز الطبيعي في انتاج الكيلو وات ساعه اللي موجود، كان فوق ال 330 جرام لكل كيلو وات ساعه. مش عايز اشغل الناس بارقام. لما ننزل فيه النهارده لاقل من 220، يعني بتتكلم على اكتر من 100 جرام في الكيلو وات ساعه في استخدامه. نعم. بان احنا استخدمنا تكنولوجيا جديده، استخدمنا الكفاءه الطاقه، استخدمنا الدوره المركبه، يعني في تكنولوجيات مش عايز اشغل المشاهد بيها، استخدمها قطاع الكهرباء في السنوات الاخيره، اللي خلت معدل استهلاك الوقود ينخفض. واسعد ناس بهذا الكلام هو قطاع البترول. لانه انا برشد له الوقود اللي هو البترول او الغاز. جينا حاجه تانية برضو، الفقد في الشبكه الكهربائيه نزلنا بيها، كانت 18 نزلنا بيها الى 10.8. يعني الترشيد جزء من احد البرامج او احد المحاور اللي بيشتغل عليها قطاع الكهرباء وبدا بنفسه. طب ده كويس قوي. المباني بتاعت قطاع الكهرباء كلها لمبات موفره. طيب اللمبات الموفره دي هنروح لها.